عزيمة وإرادة ومثابرة كانت خطوتهم الواثقة نحو التصدر منصات التكريم، فيما هدفهم بأن تبقى سوريا بوصلة العلم والحضارة. على هذه المنصة كان الطلاب الأوائل في الأولمبياد العلمي السوري على مستوى دمشق أبطال المشهد في تكريم أقامته محافظة دمشق بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة ومشروع بكرة إلنا. أولئك الشباب اليوم هم بنات الوطن في المستقبل، عم ينبنى جيل اليوم لتاخذ سوريا دورها على المستوى الإقليمي والدولي كما كانت سابقا وأكثر على المستوى، طبعا عم بحكي التعليم والعلم والإبداع. سوريا كبيرة دوما برجالاتها، بقائدها، بجيشها، بجميع رموزها، بجميع هذا الشعب البطل الذي صمد وقدم الكثير الكثير لتحيا سوريا. نحن عم نعد الشباب في إطار عملية تكاملية بالتنسيق مع هيئة الإبداع والتميز وبدعم غير محدود من الرفيق المحافظ، وإيلاء الشباب هذه الأهمية وهذه الرعاية، يعني نحن عم نحقق خطوة كتير كبيرة على مستوى عملية البناء والإعمار والتنمية اللي هن رح يكونوا جزء منها خلال المرحلة القادمة. عملية التأهيل والتدريب التي قامت بها محافظة دمشق واتحاد وفرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة ستساهم برفع سوية الطلاب بشكل كبير، وستكون هناك فرصة أكبر لحصولهم على مراكز متقدمة. طموحهم تخطى صعوبة الواقع في ظل الحرب التي تشن على سوريا، فيما أنظارهم بقيت شاخصة نحو تمثيل سوريا في المحافل العلمية الدولية. وحافز أكبر لإلنا لقدام للمراحل النهائية. الأولمبياد العلمي كله بشكل عام هو حافز لكل طالب سوري كان مكرم أو لا، هو الأمل لبكرة، وكل حدا شارك هو أكيد كان ناجح. بتمنى أنه كون الفريق الوطني مشان أرفع اسم سوريا برا. هذا التكريم شيء كتير حلو لأنه هو إجا بعد تعب كتير فبينسيك التعب. يعني هذا التكريم مثل لي انه انا بقدر اسوي شغلات كثير، مو يعني انه انا مجرد طالب عادي بمدرسه عاديه، يعني بقدر اكون انا اول. شجعني وعطاني دفعه لقدام انه اتطور اكثر واتدرب اكثر، عشان كمان لسه لانه عندي الخطوه اللي بعدها هي المركزي وهي الخطوه النهائيه يعني، وهي اهم الخطوات يعني، بس رغم هيك اعطتني هذا التكريم دفعه كبيره لحتى اكمل. خطوه نحو دعم ابطال العلم في سوريا ووجهها الحضاري على المنصات العلميه العالمية.